نشرف ان احنا وقفنا من اول لحظه ضد هذا القانون او مشروع القانون. حاولنا بقدر الامكان ولكن برضو احنا عددنا قليل فلا بد ان تعذرونا، يعني لم نستطع فرملته حتى هذه اللحظه. بنحاول بقدر الامكان نتكلم مع الزملاء النواب عشان في جوله اخرى ممكن نكسبها، نتمنى ان احنا نكسبها، لكن بنشعر بغصة شديدة انه يكون مشروع القانون ده من احد زملائنا. انا يعني لو كان جاي فعلا من مشروع قانون من الدولة او من الحكومة كنت هشعر ان ده طبيعي، لكن لما بيجي من عضو مجلس نواب سواء بإعاز من ضميره او بإعاز من الغير او بإيحاء ولا بأي شكل من الاشكال، بقى مش عايزين ندخل في الضمائر، بشعر بمهانة شديدة جدا انه هذا المجلس يتحمل ضمن ما يتحمله من خرق للدستور ان يكون مقدم هذا القانون من اعضاء مجلس النواب المنوط بهم الحفاظ على الدستور والحفاظ على مواده وروحه، اللي بكل تأكيد مش محتاج اكرر زي ما قالوا زملائي، هذا القانون يضرب في العمق في روح الدستور ومواده ونصوصه. أنا بأذكر أنه تشرشل في بعد الحرب العالمية الثانية وكانت إنجلترا قد هدمت تماما، ما كانتش فيه دولة، وبعد انتصار الحلفاء قال جملة يعني كلنا بنتذكرها، لما سأل قال ما قالوا له كل حاجة ما عادش فيه لا فيه جيش ولا فيه دولة ولا فيه ما فيش أي مؤسسة قايمة على رجليها، قال لهم في قضاة في أساتذة جامعات موجودين واقفين على رجليهم، قالوا له آه، قال لهم إذن إنجلترا ستقف من جديد. فالضمانة الوحيدة أنا بتصور لبقاء هذا الوطن هو بقاء القضاء شامخ زي ما بنقولها دايما في الإعلام، بقاء القضاء واقف على رجليه محدش يقدر يهزه.